السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله حبايبي هنعمل مع بعض حاجة عشان المدارس لاولادنا انضف كتير من ان احنا نخليهم يجيبوا شيبسي او يجيبوا دوريتوس. حاجة جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومكوناتها في كل بيت. ان شاء الله هنخش المطبخ مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه يا حبايب قلبي. ما تنسونيش حبايبي في اللايك وتحطوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يلا بينا على المطبخ حبايبي نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبي قلبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله حبايبي هنعمله مع بعض حبه بسكوت حادق بالجبنه للمدارس. ماشي حبايبي، حاجه جميله جدا ولذيذه ومفيده وفيها قيمه غذائيه عاليه ان شاء الله للاولاد. واحسن ما احط لهم اي حاجه حبايبي في اللانش بوكس ده، حاجه جميله جدا وبسيطه وسهله ان شاء الله. مكوناته ايه يا حبايب قلبي؟ هنا بالكوب المعياري دوت انا نخلت كوبايتين دقيق، حطيت عليهم ذره ملح، حطيت عليهم ذره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. ماشي حبايبي، وبنفس الكوب المعياري نص الكوبايه سمنه. ماشي حبايب قلبي، وهنا معايا قطعتين جبنه مثلثات، ومعايا بيضه كامله وبياض بيضه. الصفار هنحتاجوه للوش حبايبي. ماشي، حتى طبعا عليها ليمون وحتى فانيليا. كده ان شاء الله حبايب قلبي هنسمي الله. طبعا هنحتاج للوش حبه البركه زي ما انتم شايفين كده. ماشي، وجبنه موتزاريلا حبايبي. ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر الامر ويسهل الحال ان شاء الله باذن الله. ربنا ييسر ييسر لكم الامور ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. هنسمي الله الاول يا حبايب قلبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل كل كميه السمنه حبايبي. انتوا عارفين طبعا ده مقدار، فما ينفعش ان احنا ايه نسيب منه حاجه. ماشي، هنسمي الله برده في حتتين القطعتين الجبنه، وهنفضيهم كده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. ماشي، هنبدا بقى ايه نسيح السمنه مع الجبنه. ماشي حبايبي، كده هنفضل نضرب فيهم لحد ما اللون يفتحها خالص زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. حاجه جميله جدا جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب ان شاء الله الطريقه تعجبكم، الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسونيش حبايبي في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتحطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، فعلوا زر الجرس حبايب قلبي، ويا ريت تحطوا اللايك حبايبي. انا ما اعرفش ليه ما بتحطوش اللايك، والله مش هيغرمنا حاجه اللايك حبايبي. انا عن نفسي بحط اللايك اول ما اتفرج على الفيديو لاي حد، بحط اللايك. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا حبايبي. هنفضل نهرس فيهم كده مع بعض لحد ما احس ان الجبنه والسمنه اختلطوا مع بعض واللون افتح شويه معانا، وبعد كده هنرجع نشتغل مع بعض نشوف ايه اللي هنكمله تاني مع بعض. خليكم معايا. بص حبايبي، ضربت البيض مع الجبنه زي ما انتم شايفين كده، لون الحاجه افتح. هحط بقى البيض والفانيليا وان شاء الله ارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بص حبايبي، ضربت لحد ما اللون بقى عامل كده. بصوا بقت عامله ازاي السمنه والجبنه والبيض حبايبي. كده هنسمي الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، وهننزل بكميه الدقيق كلها كده حبايب قلبي لحد ما نلم العجينه. خليكم معايا، هلم العجينه وارجع معاكم تاني. بصوا حبايبي اهي العجينه كده، بصوا شايفين؟ بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي. وبتختبريها كده كده، عملتيها حبايبي وعملتي فيها كده ما لقيتهاش شققت ولا جرى فيها اي حاجه. انا طبعا مش عاملاها ايه بالظبط، يعني كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله كده حبايبي، تعملي لها كده شايفين. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، العجينه جميله جدا ان شاء الله باذن الله. اشتغل بس واعمل الصاج وهوريه لكم، خليكم معايا. بص حبايبي، بتفرديها بقى العجينه كده زي ما انتم شايفين لحد السمك ايه ما تلاقي سمك حلو كده تحت ايدك زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ولا تخينه ولا رفيعه. هي السمك ده جميل جدا جدا بالنسبه للبسكوت. ماشي، تاني زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. كده حبايبي شايفين سلطه عامل ازاي. طبعا هو ما فيهوش خميره، بس طبعا في بيض وفي ذره مبودر،
فممكن ينفش شويه، فانا تحسبا لكده حاطه مسافات ما بينهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده عامله مسافات. خليكم معايا بس حبايب قلبي كده، انا شكلت البسكوت زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله باذن الله. وادي الصفاره حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، ده شكل وده شكل حبايبي، ده شكل على صغير وده شكل على كبير شويه. ماشي ان شاء الله باذن الله. الشكل ده حبايب قلبي يعني بصوا يعني ليه في الحرف كده زي ما انتم شايفين، شكل برضو بس هي ايه على صغير يعني ان شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا حاطه نقطه فانيليا صغيره ونقطه ليمون، وهنسمي الله بقى حبايبي كده وندهن. ماشي هندهن كده بالراحه كده كل البسكوت هندهنه بالشكل ده، واما ارجع في الخطوه الثانيه هتبقوا معايا. خليكم معايا. بصوا حبايبي كده انا جبت الجبنه الموتزاريلا حطيت عليها كلها كده، وان شاء الله هنحط حبه البركه زي ما انتم شايفين كده، اما اخلص هوريه لكم حبايبي. خليكم معايا. بصوا حبايبي ده الشكل النهائي بتاع البسكوت بالجبنه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن بين ايدينا وايديكم ويصلح حال حالكم وحال المسلمين اجمعين. قيمه غذائيه عاليه للولاد يا حبايبي، يا ريت نعملوه افضل من نشتري لهم الدوريتوس والحاجات دي كلها، احنا نعمل الحاجات في البيت افضل يا حبايبي. ربنا يصلح حال حالكم وحال المسلمين. خليكم معايا ان شاء الله لما يطلع من الفرن هوريه لكم. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي اهو كده طالع من الصاج، بسم الله ما شاء الله، يا ريت تجربوه، ريحته وطعمه جميله جدا يا حبايب قلبي، وانضف كتير من اللي احنا بنشتريه من بره ما شاء الله يا حبايب قلبي. مش قادره اقول لكم على ريحته ولا طعمه، يا ريتكم جنب الشم الريحه ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا سوايا حبايب قلبي، بصوا سوايا، بصوا حتى الصغيره، بصوا الكبيره، بصوا وبصوا مقرمش ازاي، بصي سمع، بصي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر. بسم الله ما شاء الله حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.